يا مساء الفل. الخبر اللي هقوله دلوقتي لحضراتكم هو على وحدة ذا اندبندنت البريطانية. وما أدراك ما الاندبندنت؟ اتكلم على خبر غريب، أول مرة يصادفني هذا النوع من الأخبار، ولكن الخبر بيتكلم على زراعة لغم في أحد السفن اللي موجودة في الخليج العربي. اللغم ده اسمه كده ليمبت. ليمبت ده هو لغم بيتحط عن طريق غواصين محترفين. الغواصين دول مش أي غواصين، ده لازم يكونوا بيتبعوا القوات الخاصة، يعني لازم يكونوا تبع جيش نظامي منظمين وليهم سيستم معين. والليمبت ده او اللغم ده كفيل بانه يدمر اي ناقلة نفط او اي ناقلة ضخمة بيوضع في هيكلها او في جسمها، لانه بيوضع في جنب الناقلة في الغاطس بتاعها، كفيل بانه يدمرها تدميرا تاما. الليمبت او اللغم اتحط في احد السفن اللي موجودة في الخليج العربي قبالة سواحل العراق، أصابع الاتهام توجه للجانب الإيراني. التفاصيل بعد الفاصل. قالت خلية الإعلام الأمني في العراق إن لغما بحريا كبيرا التصق بناقلة نفط في المياه الدولية قبالة السواحل العراقية، وإن فريقا مختصا يعمل على إبطال مفعوله. وأضافت الخلية في بيان أنه في عصر يوم أمس الخميس لوحظ وجود جسم غريب التصق بإحدى السفن المؤجرة من قبل شركة سومو للتسويق النفطي، وبجانبها سفينة أخرى تتزود بالوقود منها في منطقة انتظار السفن بالمياه الدولية. وأشارت الخلية إلى أن فريقا لمعالجة المتفجرات توجه إلى السفينة المعنية وتمكن من إخلاء السفينة الأخرى والإبقاء على السفينة التي تبين التصاق لغم بحري كبير بها. أهلا بكم مشاهدين الأعزاء، متابعي القناة الأعزاء، وشكرا جدا لحضراتكم على تشغيل الفيديو. حقيقة أنه في مواقع كتير نقلة الموضوع أو الخبر ده، ولكن أنا جبت الخبر من الاندبندنت لأنه هي بتتكلم بتفاصيل وديتيلز مهمة جدا عن الموضوع عشان نحاول نفهم ايه اللي حصل، لانه ايران بتحاول انها تزعزع الاستقرار في منطقة الخليج العربي بحسب وسائل الاعلام الغربية وبحسب الولايات المتحدة الامريكية. لما اتكلم على سفينة اسمها بولا، السفينة دي بتعمل في الخليج العربي، وظيفتها ايه؟ هي سفينة بتحمل علم ليبيريا. علم ليبيريا دي دولة موجودة في غرب افريقيا وعلمها مشابه تماما لعلم الولايات المتحدة الامريكية. السفينة دي ثابتة في منطقة الخليج العربي في نطاق ميناء البصرة العراقي، يعني بالقرب من شط العرب عند مصب نهري دجلة والفرات. السفينة ثابتة، دورها انها بتنقل النفط من النقلات الصغيرة، يعني بتيجي من حقول النفط العراقية ناقلات صغيرة تنقل لبولا وبتنقل معها لسفينة تانية. الاثنين ثابتين في ارض او في مياه الخليج العربي في هذه المنطقة، فخد بالك انت عندك تانكر صغيرة بتنقل لتانكر اكبر. المهم اثناء وجود بعض السيكوريتي او الامن من شركة او من شركتين، تحديدا شركتين امنيتين في هذه المنطقة، شركة اسمها امبري انتليجنس وشركة اسمها درياد جلوبال، اكتشفوا الشركتين الامنيتين اثناء نقل النفط من هذه السفينة اللي هي بولا لسفينة اخرى. طبعا هي بتبيع للكاستمرز او للزبائن، لانه خد بالك هي عبارة عن سفينة راسية ما بتتنقلش، هي مجرد انه بدل ما الزبون يروح يجيب النفط من الحقول العراقية، لا، الحقول العراقية بتبعت عن طريق ناقلات أصغر لهذه السفينة الكبيرة، والسفينة دي بتنقل للكلاينتس أو للزبائن اللي هما الدول الأخرى. المهم أثناء هذا الأمر اكتشفت الشركتين اللي هما الأمنيتين الموجودين في المنطقة أنه في جسم غريب موجود في الغاطس بتاع السفينة. الجسم ده هو عبارة عن حسب الاندبندنت قنبلة وضعت على هيكل هذه السفينة. خد بالك احنا النهاردة بداية سنة 2021، يعني زي الايام دي بالظبط هي الذكرى السنوية الاولى لاستهداف قاسم سليماني اللي هو رئيس حزب الله العراقي، وكان له دور مهم جدا في العراق واستهدف عن طريق درون امريكية في مطار بغداد. يعني الايام دي هي الذكرى السنوية للموضوع ده. فالولايات المتحدة الامريكية عندها شك وريبة في هذا الموضوع وعاملة احتياطات مهولة وكبيرة جدا في منطقة الخليج العربي، لدرجة انه في فلاي اوفرز او طلعات يومية باستمرار من البوينج 52. والمهم انه اثناء نقل النفط من السفينة بولا اللي بتحمل علم ليبيريا لسفينة تانية عشان تاخد النفط ده وتنقله عن طريق مضيق هرمز، سفينة تانية دي اسمها نورديك فريدم، ودي سفينة بتتبع شركة امريكية اسمها نورديك امريكان تانكرز، والشركة الامريكية المفروض انها بتعمل يعني في ترافلز او سفريات ذهابا وايابا من الولايات المتحدة الامريكية. فكان بيعتقد ان التارجت
من السفينة دي للسفينة الأخرى عن طريق زرع هذا اللغم. الموضوع وصل لدرجة أنه زي ما بقول لحضراتكم الولايات المتحدة الأمريكية بتعمل طلعات الوقتي بالبوينج 52 اللي هي الطائرة الأمريكية اللي بتعمل في الخدمة من الخمسينات من القرن الماضي، والطلعات دي مستمرة فوق المنطقة بتاع الخليج العربي في خلال هذه الأيام باستمرار. كمان الولايات المتحدة الأمريكية بحسب الاندبندنت بعت غواصة نووية في مياه الخليج العربي تمشط المنطقة باستمرار لاكتشاف أي شيء من هذا القبيل زي لغم قلت لحضراتكم عليه أو أي شيء من هذا القبيل. مهم أن الولايات المتحدة الأمريكية بتكثف طلعاتها في هذه المنطقة. ويقول الاندبندنت اللي في سنة 2019 حصل نفس الشيء من الجانب الإيراني، ولكن كان الكلام ده في مضيق هرمز. ولما اتكلم على مضيق هرمز فهو المضيق اللي من خلاله بتعبر حوالي 20% من نفط أو بيعبر حوالي 20% من نفط العالم عن طريق برضو البيرشن جولف أو الخليج العربي أو الخليج الفارسي، لأنه في الصحافة العالمية بتلقوا عليه الخليج الفارسي. مهم أنه أصابع الاتهام بتتوجه لإيران، وخد بالك الحدث اللي أنا بتكلم عنه ده هو حصل يوم الخميس الماضي. وفي نفس يوم الخميس الماضي وخد بالك من التاريخ، محمد جواد ظريف اللي هو وزير خارجية إيران على تويتر قال أنه مخابرات العراق اكتشفت أن فيه لعبة أو زريعة لشن حرب على إيران من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. ده كلام محمد جواد ظريف على تويتر، وقال وانتقد ترامب بشدة وقال له وفر فلوسك اللي انت بتصرفها على طلعات البوينج 52 اللي مالية المنطقة، ووفر فلوسك على تسليح المنطقة وإرسال مزيد من السلاح، وحاول انك ما تتجهش لهذا الاتجاه. ده كلام محمد جواد ظريف. انتقد ترامب وفعلا قال بوضوح ان احنا لا نسعى للحرب، ولكن اذا فرضت علينا الحرب فسنواجه لحماية مصالحنا وحماية امننا وحماية استقرارنا. الخبر برضو اللي انا بقول لحضراتكم عليه ده هو موجود على موقع يتبع شركة بريطانية اسمها مارين تريد اوبريشنز، ودي شركة بتتبع مباشرة بحرية الملكية البريطانية يعني الجيش البريطاني. الشركة اتكلمت على موقعها وقالت انه تم رصد يوم الخميس جسم غير معلوم وضع في سفينة اسمها بولا، سفينة ثابتة في الخليج العربي قبالة سواحل البصرة وتحديدا قبالة ميناء يسمى خور الزبير. وهذه هذا الجسم هو غير معلوم، ولم تدلي الموقع او لم يعني يدلي الموقع باي او مزيد من البيانات والمعلومات. فالموضوع يعني حتى الاسطول الخامس الامريكي مهتم بالموضوع، المتحدثة باسم الاسطول الخامس الامريكي قالت ان احنا بنعمل مونيتورينج او بنعمل رصد للموقف وبنعمل يعني متابعة للموقف عشان نعرف مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع. فهنا زي ما حضراتكم شايفين كده واضح ان الموضوع فيه تنشن كبير جدا بين الولايات المتحدة الامريكية وايران، وده واضح من خلال تصريحات وزير خارجية ايران اللي بيقول احنا مستعدين للحرب عشان نحمي شعبنا وامننا ومصالحنا. وكمان واضح في خلال انه حتى التارجت للسفينة هي سفينة بتحمل علم ليبيريا، ووقت ما كان معاها سفينة اخرى بتحمل علم برمودا. شوف الرمزية، ليبيريا مفروض انها يعني محسوبة على الولايات المتحدة الامريكية، وبرمودا دي الجزيرة يعني بتتبع بريطانيا موجودة في شمال المحيط الاطلسي. كمان التنشن او التوتر وصل لداخل العراق، لانه في منطقة اسمها اليوسفية موجودة في جنوب بغداد. هذه المنطقة تم استهداف قافلة، هذه القافلة بتتبع احد الشركات الخاصة اللي بتنقل لوجيستكس او بتنقل الخدمات للقوات التحالف الموجودة على ارض العراق. تم استهداف القافلة ولكن لم يبلغ عن اصابات، هي بس مجرد توقف القافلة واستكمال المسيرة فيما بعد. ففي عبارة عن شبه توتر في داخل العراق من اتجاه القوات الامريكية التي تعمل هناك ومع قوات التحالف، وتوتر ايضا في مياه الخليج العربي. توتر ده اكيد بيصل او بيؤثر انطباعه على مش بس المنطقة اللي هي العراق وايران، ده بيصل لجميع دول الخليج، السعودية والامارات ودول المنطقة بشكل عام. في النهاية بتمنى اكون وضحت بعض التفاصيل عن هذا الموضوع. شكرا جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.